من 85 كيلو إلى 9. طيب قبل كل شيء حاب أشكركم واحد واحد، كل من التزم معايا وجدت نتائج حلوة، وكل من شارك الفيديوهات وشارك التحدي. خطتي وهدفي لما صممت تحدي 30 يوم أن يكون أفضل برنامج مجاني متكامل لجميع المستويات بالوطن العربي، وأي شخص يقدر يسويه في البيت. أنا وأنتم مع بعض قدرنا نحقق هذا الشيء، وقدرنا نخلي تحدي 30 يوم من أنجح البرامج المجانية على اليوتيوب. أنا متحمس جدا، خلينا نمشي على بعض التعليقات مع بعض اللي جتني على آخر فيديو بالتحدي، وحنستعرض بعض الصور اللي وصلتني على الانستغرام. وصلتني عشرات الرسائل على الانستغرام، عشرات النتائج، فححاول استعرض بعضها بدون ما أطول الفيديو هذا عشان يكون قصير. وصلنا لليوم 30، والحمد لله أنا من شهر ماي بدأت بجدية ونزلت من 88 كيلو إلى 76 كيلو. Go! Let's go! طبعا هذا كله بجديتك وباجتهادك وبالتزامك، انا فقط اعطيتك حاجه مساعده عشان توصل للنتائج هذه. ما شاء الله عليك، استمر، وهذه البدايه فقط ولا يوقفك شيء. خلصنا 30 يوم، يس، يعجبني الحماس هذا. شكرا والف شكر لك يا كابتن عبد العزيز، ونزلت 11 كيلو الحمد لله، ريسبكت. تبقى هذه البدايه، قدامك مشوار طويل. في احمد، الحمد لله خلصت ال 30 يوم، نقصت من 78 الى 71، اشكرك من كل قلبي عزوز، ولا تقطعني ارجوك. انت الشكر لك يا حبيبي على التزامك وعلى استمراريتك، وهذا كله بجهدك. طيب نايف كي اس اي يقول بديت وزني 97، والحمد لله اليوم قست وزني وطلع 90. ولا شيء ولا شيء. هذا الشهر الثالث اللي عدت فيه البرنامج، والحمد لله في تحسن واضح في حياتي بشكل عام. كفو هذا الشغل. كملنا 30 يوم واكتشفت اني ناقصه 5 كيلو، مع انه احيانا اخربط في الاكل، احيانا لانه انت زودت مستوى نشاطك، ما كان عندك مستوى نشاط عالي، فاي نشاط رياضي تسويه حيساعدك انك تعدل جسمك او ينقص وزنك. فما شاء الله عليك، كملي يا نوف، وهذه البدايه فقط. كمان دائما اقول هذه البدايه فقط، لانه فعلا هذه البدايه، والتحدي اسمه بدايه التغيير. الحمد لله يا كابتن قدر انزل من وزني من 85 ل 75 كيلو، شكرا لك. كلام كبير، كلام كبير. واو خلصنا الحمد لله، كان تحدي ممتع، الله يسعدك يا كابتن، صراحه تغيير ملحوظ، صار جسمي مشدود، الله يسعدك، لا يوقف. الحمد لله التزمت بالثلاثين يوم وأنا قدها وبستمر لسه. بالنسبة لي بغض النظر عن التمارين يوصلك لأهدافك والجسم المثالي، بس كمان له فوائد عديدة على الجسم وأكثر من كونه مظهر وبس، وهذه هي رسالتي، والحمد لله قدرت توصل لكم. السلام عليكم كابتن، الحمد لله خلصت تمارين اليوم اللي هي آخر تمارين برحلة الثلاثين يوم. الحمد لله كانت رحلة مرهقة لكن ممتعة، والحمد لله حققت فيها نتائج حلوة من ناحية اللياقة وقوة العضلات عندي، ومن ناحية شكل جسمي وأسلوب حياتي كمان. هذه إن شاء الله البداية، أحب الكلام هذا، إن شاء الله البداية وأبدا مو النهاية، وراح استمر لين اوصل للحياه المثاليه اللي اسعى لها. الله يسعدك يا كابتن، اولا لولا الله ثم انت ما كان وصلت للي انا فيه، وكنت راح ابقى متحطم ومنقرف من نفسي. هذه هي الرساله، والحمد لله انها وصلت لناس كثير. انا ما ابغاك تكون مهتم بالنتيجه النهائيه، ما ابغاك تكون انا ابغى اوصل للجسم هذا، انا ابغى اوصل للوزن هذا، ابغاك تفهم انه هذه التعديلات تحتاج تكون تعديلات لاسلوب حياتك بالكامل. واخيرا 30 يوم تم، اللياقه فرقت جدا، والجسم ايضا، ما احب اشوف الميزان بس الملابس والمرايا كانوا يكفوني، ونعيد الشهر الثاني. الميزان اصلا من اساسه طريقه غير مثاليه عشان تحسب فيها تقدمك، لانه الميزان عندك وزن عضلات، عندك وزن دهون، عندك وزن سوائل، فانت هدفك تزود وزن العضلات وتنقص وزن الدهون، فبالتالي رقم على الميزان ممكن يكون مضلل بالنسبه لك، خصوصا اذا كان حجمك صغير وما عندك دهون عاليه، فبالتالي ما حيكون في اختلاف دائما على الميزان. الاختلاف الحقيقي مثل ما ذكرت الاخت يكون على الملابس، ملابسك تحس انك مرتاح فيها وشكلك بالمرايا بيتحسن، وكلام الناس لما يلاحظوا انه جسمك تغير، ايش قاعد تسوي، هذا هو التقدم الحقيقي وليس رقم الميزان. الله يعطيك العافية يا عبد العزيز، انا اليوم وصلت لليوم 30 والحمد لله، بديت وانا 110 والان انا 103، وكنت ما اقدر اسوي بلانك ثانيتين، والان وصلت لاكثر من نص دقيقة، وبكمل باذن الله شهر ثاني وانزل للتسعين. انت ماشي صح، انت ماشي صح، اللي تحتاج تسويه هو انك تستمر وما يوقفك ولا شيء، وتلتزم باكلك وتلتزم بتمارينك، وحتوصل نتائج خرافيه، وابغاك تكسر حاجز المية، وانا متاكد انك كسرت حاجز المية. اذا انت صاحب التعليق هذا اكتب لي بالتعليقات التقدم تبعك. طيب خلينا نستعرض بعض الصور اللي وصلتنا على الانستغرام لنتائجكم. طيب هذه قبل وهذه بعد، شو
كلام كبير كلام كبير لا يوقف لا يوقف يا اسطوره. هذه قبل، شوف البطن كيف طالع، هذه بعد. وين راح بطنك؟ وين راح بطنك يا اسطورتي؟ ايش الكلام القوي هذا؟ من 85 كيلو الى 79 كيلو ما شاء الله تبارك الله، لا يوقف لا يوقف، يعني اقسم بالله نتائج تفتح النفس. هذا في تحدي 30 يوم، ثاني صورة بعد 15 يوم، والثالثة بعد 15 يوم ثانيين. والله كلام كبير، شغل شغل قوي. شوف يا حبيبي، تلتزم يجيك نتائج، ما تلتزم يبقى وضعك على حاله. شوف الأساطير هذولي كلهم قدروا يشتغلوا على نفسهم يتطوروا، انت ايش عذرك؟ هذا تقريبا اكثر فيديو مبسوط ومتحمس وانا قاعد اصور، وحتى خلال التجهيز كنت مبسوط جدا لانه كنت قاعد اتفرج على التعليقات تبعكم. طبعا اللي ما شاف التعليقات ويبغى يشوفها بنفسه يشوف اليوم الثلاثين من تحدي 30 يوم وتحدي بداية التغيير، راح يشوف باقي التعليقات بنفسه. بس حبيت استعرض بعض التعليقات معاكم بهذا الفيديو، يعني تعليقات تفتح النفس، وأحس أنه تعبي ما راح الفاضي، لأنه الهدف بالنسبة لي حتى لو شخص واحد قدر يطبق ويجي له نتائج أكون مبسوط، فما بالك أنه البرنامج هذا وصل لآلاف الناس وآلاف الناس قدروا يغيروا من نفسهم. شكرا لكم جميعا، شكرا لكل من دعم، شكرا لكل من سوى لايك. أبغى كل واحد فيكم يشاركني بالتعليقات رأيه بتحدي 30 يوم إذا مشي عليه وكيف النتائج معاه. وقبل ما تطلع من الفيديو لا تنسى تعطيني لايك وتشترك بالقناة إذا ما أنت مشترك لسه. كل هذا وانت لسه مو مشترك بالقناة، اضغط زر الاشتراك وأشوفك الفيديو الجاي.